كان شي حان طويل وصعيب بزاف مختلف على السنوات السابقه، ما بدلوا المناهجيه تقريبا كامله ديال الامتحان. سيتي با فاسيل، كنا معولين على شي حاجه سهله اليوم، كنا اصلا خادمين المات باش يعود لينا شويه الفيزيك، ولكن مالوغوزمون صدمونا وحق الله. ما كاين لا تسريبات لا نقله لا والو، كانت مزيره القضيه اليوم. تحط لنا البارح فيزيك شويه صعيب وما خدمناش فيه مزيان، ولكن جينا قلنا غادي نعوضوه في المات. ما جينا اليوم تصدمنا، تحط المات شويه صعيب حتى هو، تحط لنا داكشي صعيب ما قديناش نركزوا فيه. داكشي ديال التسريبات ما وصلنا والو، ما كاين لا نقله ما والو، زيرونا على حساب المهم قسمنا حنا زيرو. اقسام حرا ما عرفتش، هي صراحة صعيبة شوية حيت الأساتذة اللي كنا كنقراو كانوا كيكافحوا معانا، وما كانش عندنا مراجع بزاف اللي نجبدوا منها الدروس، وهذا الشيء اللي خلانا نركزوا غير على الماط. وداك الشيء واخا هكاك ما قدرناش نخرجوا هذا الوطني حيت صعيب شوية، تحط صعيب وماشي داك الشيء اللي توقعنا، حيت راه خدمنا شحال من حاجة وخدمنا شحال كاع الوطنيات استدراكيات وعاديات، وما ماشي بحال هذا الشيء اللي تحط دابا.